أبناء وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تدريبات درس سبيل النجاح. القطعة الأولى بتقول: الطموح هو الذي يحرك العزيمة عند الإنسان ويشدها، فطموح الموظف في وظيفته ينعكس على عمله فينتظم ويحسن الأداء ويضاعف الإنتاج، وطموح التاجر ينعكس على مسلكه في معاملة الزبائن. ألف: هات مرادف الطموح التطلع وتحقيق الآمال، جمع مسلك مسالك. ما فائدة الطموح بالنسبة للإنسان؟ فإيه الطموح عند الإنسان؟ هو الذي يحرك عزيمة وإرادة الإنسان ويشدها ويدفعه إلى العمل وإلى التقدم وإلى النجاح. ما الفرق بين الطموح والطمع؟ هناك فرق كبير بين الطموح والطمع، لأن الطموح صفة من الصفات الحسنة وهو مرتبط بالإرادة القوية والعمل الجاد، أما الطمع فهو صورة من صور الشر وهو صورة من صور الأنانية، لأن الطماع لا يشبع ولا يرتوي. نأتي للسؤال الثاني: ألف هات مرادف متجدد متتابع ومضاد الحياة الموت وجمع الأمل الآمال. ضع عنوانا مناسبا للفكرة، ممكن تضع أي عنوان بس بشرط يكون مرتبط بالفكرة السابقة وهو الآمال المتجددة. ما الجمال في الأمل هو الذي يصنع الطموح؟ تعبير جميل دل على التدرج والانتقال من أمل إلى أمل، وتعبير جميل يصور الأمل بإنسان يصنع هذه الطموحات.